وحان الوقت الآن لكي نفتح الباب للأسئلة والإجابات. سوف نحصل الآن على مجموعة من الأسئلة. إذا كان لديك أي سؤال ارفع يدك من فضلك، أو إذا كان لديك تعليقا وعبر الإنترنت من فضلك استخدم جزء صندوق الدردشة لكي نتلقى الأسئلة، لأننا لن نتلقى أسئلة على الهواء. قم بإرسال أسئلتك من خلال Q&A أو صندوق الدردشة. لقد كتب أحدهم سؤال يقول أن لا أستطيع أن أسمع نسختي الإنجليزية. نعم، هذا شيء للفريق الفني لكي يقوم بحل هذه المشكلة. إذا كان هناك أي مشكلة لا تسمح له بالاستماع إلى اللغة الإنجليزية، ولكن من فضلكم إذا كان لديكم أي أسئلة قوموا بكتابة هذه الأسئلة. الآن دعونا نبدأ بالغرفة. هل لديكم أي أسئلة أو تعليقات؟ كينيدي بانا بريس، الصحافة، الإعلام، أي أسئلة؟ Thank you. شكرا. اسمي كينيدي أباك وأنا أعمل في وكالة الأنباء الأفريقية. سؤالي، لقد تحدثتم عن نظام الصحة في أفريقيا، هل يمكن أن تشرح لنا ما الذي تعنيه بهذا؟ تحاول أن تفسره لنا بحيث نفهم ما الذي تعنيه عندما تتحدث عن نظام الرعاية الصحية في أفريقيا، ولماذا يجب أن نقوم بالاستثمار فيه؟ وكذلك سؤال آخر، أذكر أن بعض الدول قد قامت باستثمار أموال لكي نقوم بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمجلس التنفيذي، وما الذي يعني هذا للمزيد من الشراكة الأفريقية؟ شكرا. الكلمة معك جيجي كي تجيب على الأسئلة. شكرا. سؤالان هامان في الواقع. عندما نتحدث عن أفريقيا ونظام الرعاية الصحية في أفريقيا، يجب أن أقول للزملاء أنني عندما بدأت العمل في مجال الصحة العامة منذ 25 عاما كنا نتحدث عن الرعاية الصحية الأولية. كان لدينا بعض النقاط التي ندخل منها، وكل دولة تستخدم أحد هذه النقاط لبناء نظامها للصحة العامة. الكثير من الدول كانت تركز على شيء مثل ربما اللقاح أو التغذية، ولكننا بعد ذلك رأينا أن هذا لا يساعد على بناء النظام. لذا انتقلنا من التركيز على الرعاية الصحية الأولية لتبني مفهوم تعزيز نظام الصحة العامة. نظام الصحة العامة يقول دعونا نجلس ونخطط وفقا لهذا النظام ونطور خطة متكاملة يمكن أن تساعدنا من التأكد من أننا ندعم أجندة النظام وليس تدخلا واحدا فقط. وهذا التعزيز لنظام الصحة العامة جاء مع 5 ركائز رئيسية: الموارد البشرية، التنسيق، التمويل، إدارة سلسلة التوريد، الرصد والتقييم. ونستطيع أن نرى أننا ربما نضيف كذلك إليها نقطة التدخل المجتمعي. هذا يعني أن التدخلات أصبحت الآن متنوعة ومتشابكة بحيث نتأكد من تنفيذ أجندة الصحة العامة في أفريقيا. بعد ذلك رأينا أن لا زال هناك شيئا ناقصا، وهو التمويل المناسب للنظام، النظام والتمويل الوطني على وجه التحديد. لذلك خرجنا بمفهوم التأمين الصحي الشامل، وهذا يعني أننا أصبح لدينا الآن الاعتناء بالصحة العامة بالإضافة إلى جانب التمويل. ولقد نجحنا في هذا، بعض الدول بدأت في تحقيق أجندة عالمية. لا أريد أن أذكر أسماء تلك الدول، ولكنني أهنئها على الإنجازات التي حققتها. وعندما جاءت الجائحة فهمنا بسرعة أن هناك مكونا ناقصا، وهو التصنيع المحلي. دعوني أقول لكم أننا لدينا 1% فقط من الأمصال التي نستخدمها في أفريقيا تنتج داخل أفريقيا، مما يعني
أننا عندما ظهرت الجائحة كلنا قد تأثرنا ولم يكن لدينا الأدوية واللقاحات المناسبة، ولذلك انتقلنا من التأمين الصحي الشامل دون أن نقول أننا سوف نوقف هذا النظام، لأننا لن نوقف نظام التأمين الصحي الشامل، ولكننا انتقلنا منه فقط إلى الاستجابة والاستعداد لمواجهة الجائحة. إذا رأينا خطة الاستعداد والاستجابة للجائحة والطريقة التي تعاملنا بها معها، فسوف نرى أنها تجمع الرعاية الصحية الأولية، التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى التصنيع المحلي. الخطة الاستراتيجية التي نقدمها لكم اليوم قائمة على إجراءات الاستعداد والاستجابة للجائحة والأمراض، لأنه يجب أن أقول هذا بالنيابة عن وزارة الصحة وزارة الخارجية، أننا كلنا نتعاون مع بعضنا البعض، وعلى مدار الخمس أو السبع سنوات القادمة من المتوقع أننا سوف نواجه جائحة أخرى ربما تقتل أكثر من الأعداد التي قتلتها كوفيد-19، وهذا سوف يدمر كذلك الاقتصاد أكثر. لذلك عندما نتحدث عن مفهوم الرعاية الصحية في أفريقيا، فإننا ننظر إليه من منظور كيف نتعامل مع الاستجابة والاستعداد للجائحة مع كل الإجراءات الأخرى التي تحدثت عنها. سؤالك الثاني كان عن الاستثمار في الدول الأفريقية من الدول الأفريقية. نعم، من الواضح أن موازناتنا هي تقريبا تأتي 10% من الدول الأفريقية و 90% من شركاء خارجيين، ونحن في حاجة لتغيير هذه الأرقام، ونحن نشرك الآن رؤساء الدول ووزارات الخارجية ووزارات المالية ووزارات الصحة، بحيث تعمل كلها معا لكي تتبنى أفريقيا أجندة الصحة بطريقة جادة وتستثمر في الصحة العامة. أمن الصحة العامة أصبح الأولوية الآن، وهو ليس أولوية للشركاء الخارجين، هو أولوية بالنسبة لنا. وبينما نطور هذه الأجندة، فنحن نشجع الشركاء على أن يدعموا دولنا بناء على هذه الخطة الاستراتيجية، وهذا يعني أننا نؤمن بأن هناك فرصة لتحقيق المكسب للجميع. نحن كان لدينا هذا التمويل من الدول الأعضاء، ويجب أن ندرك هذا، وقد انتقلنا من نسبة 2-3% إلى نسبة 10% من التمويل من الدول الأفريقية، وهذه قفزة بالنظر إلى ما حققته الدول الأفريقية. ولكن على الرغم من ذلك، لازال أمامنا كثير للتحقيق وللتحسن. شكرا. شكرا لك دكتور، والآن سوف أعطي الكلمة للزميل دكتور بنجامين لطرح السؤال التالي من زوم. شكرا. إن السؤال الذي طرح على المستوى الدولي، كيف سيتم تطوير اللقاحات؟ تفضل سيدي الرئيس. سيدي الدكتور، هذا السؤال له جوانب عديدة. فيما يتعلق بمستوى على المستوى الأفريقي سوف نتكلم. هل يمكن أن نحصل من فضلكم على سماعة ترجمة للزملاء حتى يستمعوا إلى الترجمة؟ معي سماعتين هنا إذا احتاجهم أحد، ولكنني أعرف أن معظمهم يعرفون اللغة الفرنسية. إذن أنا أقول بالنسبة لهذا السؤال لدينا جهتين، أولا فيما يتعلق بالسي بي سي، والأخرى فيما يتعلق بالأعمال التي سنقوم بها. فيما يتعلق بالنظام الأفريقي، لدينا المقر في أديس أبيبا، وسوف أدعو زملائي هنا والذين يتابعوني أن يضعوا على جوجل موقع أفريقيا سي دي سي، ويطلعوا على هذا الموقع الموجود في أديس أبيبا
ويقرؤون عنه ويقرأوا المستوى الذي نعمل والبنية التحتية والأساسية لهذا الموقع. إنه يعد مركز عالمي ونعمل على أن يكون مركز عالمي، وننظم العديد من اللقاءات لكي نستفيد من هذه المنظمة. إذن لدينا مقرنا ونعمل على مستوى إقليمي، وخصوصا في بالنسبة لجنوب أفريقيا، وسط أفريقيا، الشمال والجنوب. إذن نعمل على جميع، نعمل بطريقة إقليمية. لدينا المركز الفرنسي ولدينا المركز الإنجليزي. إذن هو يعمل على مستوى إقليمي، ونحن نقوم الآن بدفع الاجتماعات ودفع الاجتماعات على مستوى الدول. إذن هذا على المستوى المقر. أما على مستوى الأعمال التي نقوم بها، فنحن نقوم بعمل تطعيمات للأطفال في مقراتهم، سواء في بيوتهم أو في مدارسهم. إن دورنا هو دور استراتيجي، ونقوم بتنظيم الاستراتيجية الأفريقية، ونعمل كيف ندفع هذه الموارد في هذه في بلادنا من أجل أن نقضي على جميع الأمراض الموجودة في أفريقيا، ونتأكد أيضا أن لدينا شركاء أقوياء يساعدون في ذلك ويتعاونون معنا. وأيضا نقوم بدفع وتقوية هذه القدرات، وننظم هذه الأعمال لكي نتأكد فعلا من فعاليتها، ونصل إلى ما يتمناه شعوبنا. إذن نحن المنظمة الصحة الأفريقية التي تعمل من أجل الاعتناء بصحة شعوبها. نعود مرة أخرى إلى الأسئلة من القاعة. أي أسئلة من القاعة قبل أن نعود مرة أخرى إلى الإنترنت والأسئلة عليها؟ Hi, my name is Sam. أهلاً. I'm from Africa Port. جمال، وأنا من أفريقيا بورت. يبدو أننا هدفنا الأساسي هو تعزيز أنظمة الصحة العامة في بلداننا، وأسأل من منظور اقتصادي ومن الأدوات المتاحة لنا، ما هي الفرص والتحديات لاستخدام التكنولوجيا لتعزيز الأنظمة الصحية وتشارك البيانات حتى نتأكد. المدير العام، شكرا. السؤال بالإنجليزية، لذا سأجيب بلغتي الإنجليزية. عندما نشرح ركائز أنظمتنا الصحية، فإننا نتحدث عن الممكنات، وأحد هذه الممكنات هي التحول الرقمي والتكنولوجيا. أنت على صواب أيها الشريك، نحن لن نتمكن من تحقيق النظام في أفريقيا دون أن نأخذ في الاعتبار التكنولوجيا والتحول الرقمي. من الواضح أنني كنت أتحدث مع أحد الوزراء في مدريد منذ شهر، وأصبح هذا الحوار واضحا. قال لي وزير الصحة الإفريقي أن هناك كثير من الشركاء الذين يأتون إليه ويقدموا معلومات عن البرامج الرقمية، وهو يقول لهم نعم أوافق عليها، وكان يعتقد أنه الانتقال من برنامج قائم على الأوراق إلى برنامج رقمي هو النجاح. وفي النهاية حصل هذا الوزير على 11 منصة رقمية مختلفة دون قابلية للتشغيل المشترك بينهم. بعضهم يعمل في منطقة والبعض الآخر يركز على برنامج محدد، وبعض البرمجيات والبرامج الأخرى تركز على تدخلات. وبعد ذلك شعر بأنه مرتبك، ولذلك سألني ما الذي تستطيعون فعله لمساعدتنا. قلت له أوقف كل شيء الآن، سوف نقوم بتنظيم لجنة وقمة صحية رقمية وتكنولوجية. واجتمعنا مع عدد من
الوزراء في الدول المختلفة. وقمة الصحة الرقمية هذه سوف تساعد كل الدول الأفريقية على جمع كل الشركاء الذين يعملون على البرامج التكنولوجية والرقمية في أفريقيا. نقدم لهم رؤيتنا لأننا لدينا رؤية للبرنامج الصحي الرقمي في أفريقيا، وبعد ذلك نشارك معهم رؤيتنا ونقول لهم نريد أن يكون لدينا برنامج رقمي نستطيع تنفيذه في كل الدول الأفريقية بقابلية تشغيل مشتركة بينها جميعا، بحيث نتمكن من تبادل البيانات والمعلومات. نحن نريد أن نرى أنه إذا كان في كينيا. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع الآن هذا المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة من العاصمة الكينية نيروبي، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية الذي يعقد بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية، ويهدف إلى تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية، خاصة ما يتعلق بملف التكامل الاقتصادي. وتعمل هذه القمة على تسريع إجراءات إطلاق منطقة التجارة الحرة، وتأتي بعد اجتماعات تنسيقية الخميس على المستوى الوزاري للنقاش حول أبرز الملفات والموضوعات المطروحة في هذه القمة. هذه القمة أيضا تشهد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من المقرر أن يلقي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية نيباد على مدار العامين المقبلين. كما سيلقي سيادته كلمة ثانية بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية. وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، ثمن الرئيس الكيني ويليام روتو رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة رؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية نيباد بشكل فعال، والتي جعلت نيباد يحقق إنجازات رائعة خاصة بأجندة 2063 فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري. كما أثنى روتو على نجاح مصر في استضافة قمة المناخ كوب 27، والتي عرضت للعالم صوتا إفريقيا موحدا. أشاد أيضا الرئيس الكيني بنجاح المجموعات الاقتصادية الإفريقية في مواجهة التحديات القائمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وفق أجندة 2063، مشيرا إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية قد فتحت الباب أمام تحول اقتصادي اجتماعي غير مسبوق ستنعكس نتائجه الإيجابية على العالم بأكمله. وهذه القمة أيضا شهدت كلمة، ومعنا عبر الهاتف سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بك سيادة السفير. أهلا بك، أهلا وسهلا. يعني من خلال متابعتك لقمة نيروبي، كيف ترى أهمية مشاركة مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، وحرص مصر على هذا التواصل مع قادة الدول الإفريقية لتعزيز التعاون والتكامل على مستوى القاري الإفريقي؟ الحقيقة يعني المشاركة هامة جدا. مصر من الدول المؤسسة للنيباد، ولا تزال تريد النيباد أن تدفع الأمور للأمام، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تمت بمجهود الرئيس السيسي، أيضا بان عهد إن كان رئيسا للقمة الأفريقية في قمة الاتحاد الأفريقي. وبالتالي فإن حضور الرئيس يوضح مدى اهتمام مصر ومدى أهمية دفع الأمور إلى الأمام لاستكمال النهضة الخاصة بالتكامل الاقتصادي بين الدول الافريقيه. تكامل زراعي، تكامل صناعي، تكامل تجاره، تكامل نقل عماله، كل هذه الامور وردت في اتفاقيه التجاره الحره.
وبالتالي تحتاج الى قوه دفع لكي يعني في العشر سنوات الماضيه نريد عشر سنوات قادمه تكون اضخم من اضخم مما كان. وبالتالي فان الحقيقه اجنده 2063 تريد الدفع الى الامام، يعني عشر سنوات في عشر سنوات ترفع الامور الى الامام. الوقت معنا ولا بد من استثمار هذا الوقت في دفع الامور. التكنولوجيا تحتاج الى القاره، لا بد من الحصول عليها بشكل او باخر. التكنولوجيا الصناعيه وتكنولوجيا الزراعيه وايضا الحصول على القيمه المضافه من اقامه المصانع وانتاج منتجات من المواد الخام بدل من تصديرها كلها الى الخارج. هذا هو المعنى، معنى مشاركه مصر. نعم نعم. أيضا القمة تهدف إلى تحقيق هدف يعني مطروح منذ فترة طويلة وهو حلم إفريقي عن إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية. كيف ترى يعني آليات تحقيق هذا الهدف في ظل تحديات كثيرة تواجه القارة الإفريقية والعالم بأكمله؟ الحقيقة توجد لجنة في النيابات تسمى لجنة التسيير، وهذه اللجنة عليها أن تقدم البرامج وتقدم الحلول لدفع التقدم الزراعي والتقدم الصناعي والتقدم في حركة انتقال رؤوس الأموال وهكذا. يعني كل هذه الأمور لابد من قرارات مهمة جدا تعرض لرؤساء الدول لكي تكون نافذة. فهذه الأمور مهمة جدا لدفع الاتفاقية إلى حيز التنفيذ. نعم. طيب يعني سيادة السفير، هل يمكن أن يعني تنتشل منطقة التجارة الحرة إفريقيا من دوامة الفقر، أو بمعنى آخر كيف تستفيد الدول الإفريقية من هذه المنطقة؟ طبعا إذا تم ما المراد من اتفاقية التجارة الحرة سيكون هناك دور للعمالة، سيكون هناك دور لتنمية الانتاج الزراعي، سيكون هناك دور لتنمية الانتاج الصناعي. كل هذا سيحدث أعمال مهمة للشباب، الشباب الأفريقي الذي يريد العمل في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة وفي تقرص الأموال وإلى آخره. كل هذا مهم جدا. يعني إذا تم هذا سيكون قوة دفع للأمام تأخذ بيد الشباب ليجتاز المرحلة الحالية التي يرى فيها أنه لا أمل. يعني لا بد من خلق الأمل لدى الشباب، لأن هذا يؤدي إلى تمسكهم ببلادهم واحترامهم لقيمتها. فهذا أمر مهم جدا. نعم. ما يتعلق أيضا ب أشكرك سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونتحول من جديد إلى نيروبي مباشرة لمتابعة المؤتمر الصحفي حول فعاليات الاجتماع التنسيقي الخامس النصف السنوي. 30% من الأدوية التي ننتجها في أفريقيا تستخدم في أفريقيا، وتقريبا أقل من 5% من المواد التي نستخدمها في أفريقيا تنتج في أفريقيا، مما يعني أن أفريقيا غير مؤمنة، وأننا إذا واجهنا جائحة أو إذا تعرضنا إلى مرض فإننا لن نستطيع مواجهته. لذلك نحن نسرع من هذه الأجندة. ودعونا نشكر كل الشركاء الذين يعملون معنا هنا، وتم تقديم $1.5 مليار من أجل دعم هذه الأجندة. وكجزء من هذه الأموال فإننا ندعم أجندة التصنيع المحلي. نعم، أنت صواب على سؤالك. نحن لدينا مجموعة من الدول التي تقوم بتصنيع الأمصال واللقاحات، ولكن ما رأيناه في أفريقيا وأن الكثير من هذه الدول تقوم بتصنيع نفس اللقاح، ونحن لدينا سوق يضم عدد كبير من السكان. لذلك عندما نتحدث عنهم فإننا نتحدث تقريبا عن عدد سكان الصين. لذلك نحن نريد أن نستفيد من السوق الموجود لدينا كي نضمن أن المصنعين يصنعون المواد ويوردون للسوق كل ما يحتاج إليه دون أي مشكلات. ولذلك قررنا، وأنا ناقشت مع رؤساء الدول لأنهم كلهم يدعموا هذه الفكرة، أن نجري اجتماع في شهر أغسطس، ولكن بسبب بعض المسائل التنظيمية أجلنا هذا الاجتماع لشهر سبتمبر، وهو سوف يعقد في المغرب.
وسوف يكون لدينا الكثير من وزراء الصحة والتجارة والمالية والصناعة، بالإضافة إلى المصنعين المحليين في القارة الإفريقية. كلهم سوف يجتمعوا في هذا الاجتماع بالإضافة إلى بعض الشركاء، كلهم سوف يجتمعوا في شهر سبتمبر في المغرب. ونحن نناقش في هذا الاجتماع من يفعل ماذا، أي من الذي يصنع ماذا وأين، بحيث نحقق التكامل فيما بيننا وييسر عملية اتخاذ القرار. هذا هو الإجراء الأول. الإجراء الثاني هو أننا لدينا كثير من النقاشات التي تجري مع التحالف العالمي للأمصال واللقاحات، بحيث أننا نحضر الاجتماع الخاص بهم للمرة الأولى، وحتى مكعنا أن ندعم أجندة التصنيع المحلي في أجندة من خلال هذا الاجتماع. والمبادرة العالمية وهذا التحالف العالمي أصبح لديها الآن 1.1 مليار دولار مخصصة فقط للمصنعين الأفارقة، بالإضافة إلى ما نطلق عليه فرق. ما الذي نعنيه بهذا؟ لأننا جدد، فإن المصنعين لدينا جدد بالطبع، ولذلك السعر من المصنعين المحليين الأفارقة بالطبع سوف يكون مختلف عن أسعار المصنعين في الهند. لذلك لكي نعوض هذا الأمر ونضمن أننا نستطيع تصنيع المنتجات وبيعها، فإننا نطلب نسبة 30%، مما يعني أننا إذا كنا ننتج لقاح في أفريقيا بمثلا 120 دولار، فهذا يعني أن 0.03% منها سوف تذهب للتحالف، وسوف يكون هناك 1 دولار كتعويض والذي يمكن الحصول عليه. وعندئذ السعر سوف يصبح تنافسيا ويستطيع التنافس مع السوق الهندي. ولذلك نحن نطلب مدة 7 إلى 10 سنوات حتى نحقق هذا، لأنك عندما تبدأ بالشركات فإنك في حاجة إلى أن تصل إلى نضج هذه الشركات لكي تتمكن من تحقيق التنافسية. هذه مسألة فنية وأنا أحاول أن أبسطها لكم. نحن نعمل على هذا الأمر الآن، ولأننا نتحدث عن الأرواح، نتحدث عن مستقبلنا. نحن لن نتفاوض أبدا بشأن المستقبل أو صحتنا، وأنا كنت واضحة في هذه النقطة مع زملائي من اليونيسف ومن التحالف العالمي للقاحات، وكذلك مع منظمة الصحة العالمية، أننا نعمل معهم لكي نحقق هذا الهدف في نهاية الأمر. هذا هو هدفنا، نريد أن يكون على الأقل بحلول 20-30% 60% من الأمصال واللقاحات المستخدمة في أفريقيا تكون مصنعة في أفريقيا. شكرا المدير العام. دعونا الآن نعطي الزملاء عبر الإنترنت الفرصة لطرح الأسئلة، وسوف أعطي الكلمة لبنجامين. شكرا. سؤال مطروح من دكتور ميشيل. Et la question est la suivante. Étant donné que les systèmes de santé des pays africains fonctionnent dans des contextes différents, comment l'Africa CDC pense-t-il prendre en compte cette variation contextuelle de chaque pays dans l'Afrique aux réponses pays face aux maladies ? بمواجهة الدول الأفريقية للأمراض. الدكتور موفودي له الحق في هذا السؤال. لدينا العديد من القطاعات في أفريقيا، لدينا دول نسميها في نامية، لدينا دول متوسطة، ولدينا دول لديها عوائد ذات مستوى من الدخل قليل جدا. لا أعلم الإكسبريشن باللغة الفرنسية. على الصعيد الأمني لدينا دول تستطيع أن تواجه ولديها أمن صحي. لدينا دول أخرى لديها أمن جيد جدا. إذن نحن لدينا خطة للدول الأخرى لكي تستطيع أن يكون لديها أمن صحي وأن تسير بخطى
سريعة نحو هذا، ولكن أيضا على نطاق البرنامج البرامجي نحن نعمل من أجل إيجاد برامج وتمويلات نقدية، وأيضا نحاول أن تكون طبيعة الموارد لديهم تكون موارد جيدة. إذن هذا خطتنا. أما بالنسبة مثلا لدول جنوب أفريقيا ومالي أيضا، فإن في منظمة CDC الأفريقية نحن نعمل على دفع هذه التنوعات من الدول لكي نصل إلى الأمن الصحي. كيف نقوم بإدارة هذه الاختلافات، وكيف نضع برامج لهذه الاختلافات؟ هذا ما نقوم بالاجتهاد فيه. مثلما ذكرت إذا كانت جنوب أفريقيا لديها بعض المشاكل، فإن لدينا دول أخرى مشاكلها أقل. إذن فنحن هنا لدينا المرونة ولدينا الخطط لكي نصل إلى الأمن الصحي لكل دولة، لأن الأمن الصحي لدولة هو أمن صحي لباقي الدول. إذن نحن مع شركائنا نحاول أن نتأكد أن جميع الدول لديها أمن صحي ويكون على مستوى القارة بأكملها. شكرا لك. يمكننا أن نطلب منكم اختصار الإجابات، لأن هناك كثير من الأسئلة التي نتلقاها عبر الإنترنت ونحن نريد أن ننتهي قبل الساعة الرابعة. أي أسئلة من القاعة؟ Good afternoon. مساء الخير. مونجي ماينا من وكالة أنباء كينيا. سؤالي لكم، في السنوات الماضية قبل توليك لهذا المنصب شهدنا علاقات ليست جيدة للغاية بين منظمة الصحة العالمية ولجنة الصحة الأفريقية، وهذا قد أصبح واضحا في الكثير من الأحيان. لذلك نريد أن نعرف ما طبيعة العلاقة الآن التي تمكنتم من تطويرها مع منظمة الصحة العالمية، وما طبيعة التعاون الذي يمكن أن نتوقعه بينهما في المستقبل. شكرا. دعني أولا أقول لك بسرعة أن أول شخص أنا اتصلت به أو اتصل هو بي كان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عندما تم انتخابي، ومنذ ذلك الوقت وكل أسبوع نجري اتصالا هاتفيا. وأنا أرى أن هذه العلاقة على المستوى المنظمات أمر مهم للغاية، لأننا القادة في تلك المنظمات ونحن نحاول أن ننسق كل الجهود بين المنظمتين. ويجب أن نعرف أن منظمة الصحة العالمية هي عضو في مجلس الفني والاستشاري الخاص بنا، وكذلك أنا لدي علاقة جيدة مع دكتور تيدروس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. لذلك نحن أصبحت لدينا علاقات شخصية مع المنظمة لكي ندعم أجندة المنظمتين، واليوم ليس هناك أي مشكلة فيما يتعلق بالعلاقة بيننا. نحن لدينا دور، منظمة الصحة العالمية لديها دور، وكذلك مجلس الصحة الأفريقي لديه دور، وبناء على ذلك فإننا نعرف مهمتنا وهي التنسيق والعمل فيما بيننا. ولذلك طوال الوقت أنا أتحدث عن ما نقوم به، ونحن لا نتعاون فقط مع منظمة الصحة العالمية ولكن نتعاون كذلك مع اليونيسف والكثير من المنظمات الأخرى. لا أعرف ما كان عليه الوضع في الماضي، ليس لدي علم بهذا، ولكن في الوقت الحالي أستطيع أن أقول لك أنه ليس هناك أي مشكلة فيما بين المنظمتين.
شكرا. وأعتقد أن إجابتك تلك تجيب كذلك على السؤال الذي تلقيناه من زي دي أم الذي كان يسأل عن آليات التنسيق والتعاون لتجنب ازدواج الجهود بين منظمة الصحة العالمية وبين المنظمات الأخرى. لذلك أنت شرحت هذا الأمر وفسرته لنا بوضوح. الآن دعونا ننتقل الآن إلى السؤال التالي بدون اسم، ولا نستطيع تلقي أي أسئلة بدون أسماء. لذلك دعونا نعود مرة أخرى إلى القاعة ونسأل إذا كان هناك أي أسئلة أخرى من القاعة. حسنا، أعطي الكلمة لبنجامين ليطرح السؤال التالي. لدي سؤال من السيد إيميلي. إن منظمة البي دي هي مكان يقوم بمكافحة الجائحات ويهتم بالصحة في أفريقيا ويواجه جميع الأمراض ويعمل أيضا على مقاومة المساعدة على مقاومة الأمراض. ما هي الإجراءات التي تقومون بها من أجل أن تجعلوا أعضاء غير دائمين ويتحولوا إلى أعضاء دائمين في هذه المنظمة؟ شكرا لزميلنا الذي طرح هذا السؤال. نعم، لدينا جوائح ولدينا في أفريقيا، لدينا 22 دولة، 15 بيعانون من الحصبة، لدينا 15 للحصبة، 22 لل إذن فإن الـ RDC تحاول أن تواجه هذه الجوائح جميعها وخاصة الموجودة في أفريقيا. نحن نواجه الجميع ونواجه الجميع في جميع الدول، 55 دولة في أفريقيا وليس دول معينة. إذن فإن الأمراض التي تختص بها أفريقيا نوجه لها مجهودات عديدة لكي نواجهها ولكي نقضي عليها، ولدينا فرق من عشرات الأشخاص الذين يهتمون بهذه المسألة، وهذه الفرق تساند وتنظم مجموعات لكي نتقدم في مكافحة هذه الجوائح. أما فيما يتعلق بالدول التي ليست عضوة دائمة لدينا فإننا نتعامل معها على أساس أن لدينا مجموعات متخصصة. هذه المجموعات المتخصصة هم مجموعات لديهم خبرة في جميع المجالات. هؤلاء الأشخاص يقومون محل الأشخاص الدائمين، يقومون بعملهم في هذه الدول ويقومون بالمساعدة في تمويل هذه مكافحة هذه الجوائح. هذا ما نقوم به. شكرا لكم. بدأنا نتحدث عن تآكل الثقة في الحكومات وهذا أصبح يؤثر على المخرجات الصحية، وهذا يتضمن مستوى مرتفع من التردد في أخذ اللقاحات، ولذلك هناك مجموعة من الإجراءات الصحية التي يجب أن يتم اتخاذها، وتداعيات الجائحة أعتقد أننا سوف نستمر لنراها كعقود، وربما سوف نرى المزيد من الأمراض الأخرى التي سوف تظهر وتنتشر. والسؤال يقول كذلك أن الإعلام من المهم أن يتحدث عن المخاطر الصحية ويقدم معلومات للمواطنين، ولكن يتم الكثير من الأحيان تقويض البيانات يتم تقديمها، وكذلك يجب أن يعملوا على رفع الوعي لدى المواطنين بشأن الصحة ويقدموا فهم للضرر الاجتماعي. أي شيء المدير العام، كيف تقترح تغيير في السياسات لحماية الإعلام بشأن تقديم التقارير المرتبطة بالأمراض خاصة تفشي أي مرض؟
Thank you, my sister. شكرا لك على هذا السؤال. دعوني أقول أنني أجريت اجتماع مع رئيس دولتكم اليوم، وأنا سوف أقوم بزيارة أبوجا قريبا، ربما تتاح لنا الفرصة كذلك لمناقشة المزيد من الأسئلة. أنت على صواب فيما ذكرتي. أحد الممكنات لبرنامجنا هي تعزيز جوانب التواصل مع المجتمعات. نحن هنا مع زملاء من الإعلام والصحافة، معظمهم يتابعون كذلك عبر الإنترنت بشكل افتراضي، ونحن علينا أن نقوم بتعزيز علاقاتنا وأن نخلق قنوات جيدة للتواصل. أنا عرفت بناء على تجربتي البسيطة أنه عندما لا يكون لديك المعلومات يكون لديك شائعات، وهذه الشائعات يمكن أن تدمر أي برنامج تسعى لتحقيقه. لذلك نحن بشكل دوري يجب أن يكون لدينا تواصل مع الإعلام. أنتم لم ترسلوا لي أسئلتكم من قبل، أنا أتلقى الأسئلة الآن وأجيب عليها بصدق وانفتاح، لذلك يمكنكم أن توجهوا لي أي أسئلة. I took time to see data. You'll see. أقول دائما أنه إذا كان هذا هو الوضع في بعض الدول بسبب الجائحة فإن الوضع ربما لم يكن كذلك في الدول الأخرى. لازالت هناك بعض الدول الأخرى التي تقبل اللقاحات وتشجع الحصول عليها، ربما البعض تردد، ولكن لذلك نحن نقول أن الطريقة التي ننفذ بها برنامجنا تعمل على دمج لقاح كوفيد-19 في النظام الصحي، وهذا يساعد المجتمعات والشعوب على أن ترى أن المواطن الإفريقي لن يدعم فقط مسألة اللقاح والتلقيح، ولكنه سوف يدعم كذلك البرنامج الصحي بأكمله من خلال المشاركة في برامجنا. وبالنسبة للسياسات يمكن تحسينها من خلال ضمان أن الحوار بين الدول الأعضاء والإعلام وكل الشركاء يساعد على أن نعرف ما هي المسألة وكيف نتعامل معها. ولذلك كلمة واحدة للإجابة على هذا السؤال هي التواصل. شكرا لك. في الواقع أعتقد أن هذا تحدي أمامنا جميعا، لأن هذه هي مهمتنا، التواصل. والتواصل تم التأكيد عليه. دعوني أعطي الكلمة الآن لبنجامين للسؤال التالي. شكرا.